إلينا محلل أول الأسواق المالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن العملات الأجنبية وتقلبات الذهب في بداية التعاملات لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن كما نلاحظ هناك تأثير كبير على اليورو مقابل الدولار، هل يعني هناك تأثير من نتائج الانتخابات الألمانية على أداء اليورو في بداية التعاملات؟ بالتأكيد أن اليورو يتأثر في التطورات الأخيرة في نتائج الانتخابات والتوجهات في ألمانيا والتي تعتبر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتوقعات أيضا بأننا سوف نكون أمام فترة طويلة قبل إعلان الرئاسة الجديدة في ألمانيا. لكن أود النظر هنا إلى التأثيرات المباشرة لليورو أمام الدولار الأمريكي وهبوط هذا اليوم، وهذا سبب توقعات مستقبلية بأن يتوجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة قبل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بذلك. فبحسب آخر التحديثات التي صدرت من الفيدرالي الأمريكي، من المتوقع أن يتم البدء برفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022، وهذا يقابل أن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يقوم بأي رفع بالفائدة طوال عام 2022. أيضا أشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ بتقليص برامج شرائه للأصول خلال الشهرين القادمين، وهذا كله يتسبب في ضغوط على اليورو مقابل الدولار، مما قد يدفعه خلال تداولات هذا اليوم أو هذا الأسبوع لمستويات أكثر انخفاضا قد تصل إلى دولار و16 سنتا أمريكي. نعم، يعني هناك توقعات باستمرار وتيرة التراجعات في ظل المعطيات التي تظهر وأيضا خلال هذا الأسبوع، لكن تحديدا ما هي التأثيرات الأكثر أهمية على أداء الدولار في يعني والمتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع أستاذ سركيس؟ الآن نبدأ من هذا اليوم، حيث نحن أمام العديد من البيانات الاقتصادية وخطابات من أعضاء في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. اليوم نحن في انتظار أوامر السلع المعمرة في الولايات المتحدة، وهي بيانات اقتصادية مهمة تدل على هل هنالك أي تغيرات في العادات الاستهلاكية أم أن المستهلكين ما زالوا في نمو متواصل في الاقتصاد. التوقعات تشير لاحتمال نمو الأوامر لطلبات السلع المعمرة، والسلع المعمرة فقط للإشارة هي مثل السلع المنزلية طويلة الأمد مثل على سبيل المثال التلفزيونات وغيرها، ومتوقع أن تشهد ارتفاع ونمو مقداره 0.7% مقابل انكماش خلال الأشهر الماضية. هذا بالتالي يدلنا بأن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من النمو قد تكون داعمة للدولار. وأيضا خلال هذا الأسبوع سنكون أمام العديد من البيانات الاقتصادية وتصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وجه الخصوص، وأعتقد شخصيا بأن الأعضاء سيشيرون إلى جودة البدء بتقليص برنامج شراء الأصول، إلى جانب أيضا توقعات أن يتم رفع الفائدة خلال عام 2022، وكل هذا قد يكون له تأثير ملموس على الدولار الأمريكي وبالتالي أيضا على تحركات الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية. نعم، يعني أستاذ سركيس مقابل الين أيضا هل سنشهد يعني تأثيرات قضية إيفرغراند التي تؤثر على الأسواق؟ هل من المتوقع خلال هذا الأسبوع أيضا نشهد تراجعات في أداء الين مقابل الدولار؟ هل هذا الأثر لا يزال مسيطرا عليه في الأسواق؟ بالتأكيد كما تفضلت حضرتك، الين الياباني متأثر وبشكل كبير بقضية إيفرغراند. نعم. الآن بالنظر أيضا إلى بنك اليابان المركزي، الفائدة في بنك اليابان تقع عند 0.1 لكن في النطاق السلبي، بينما في الاحتياط الفيدرالي الأمريكي التوقعات تشير لاحتمال رفع الفائدة أكثر. هذا بحد ذاته قد يحفز المزيد من الارتفاع في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. الين الياباني أيضا هنالك موضوع مهم أود النظر إليه هنا، وهو أن الثقة في أسواق الأسهم داعمة للدولار الأمريكي، لكنها في الوقت الراهن قد تدفع الين الياباني للانخفاض، لأن الين الياباني يستخدم لتزويد متاجرة تسمى المتاجرة في العائد، حيث يتم بيع الين الياباني في سبيل التوجه لأسواق الأسهم وأسواق ذات عائد أكثر ارتفاعا من الين الياباني الذي أشرت إلى أن الفوائد في البنك المركزي الياباني بالسلب. بالتالي نعم. ارتفاع أسواق الأسهم مضر في الين الياباني، مما يرجح أيضا المزيد من الانخفاض في الين أمام الدولار الأمريكي. نعم، نذهب للحديث قليلا عن أسعار السلع وتحديدا أسعار النفط والذهب. لاحظنا بأن النفط وتحديدا برنت ارتفع بشكل ملحوظ، يصل إلى أعلى المستويات المسجلة تقريبا من 3 سنوات على أقل تقدير. هذا الارتفاع جاء مدعوما هل هو يعني انخفاض مؤشرات الدولار وأيضا مقابل تراجع واضح في أسعار الذهب؟
الآن بالنسبة لأسعار النفط ارتفعت بالفعل، حتى أنه جولدمان ساكس أو بنك جولدمان ساكس أصدر مذكرة بحثية جديدة أشار فيها إلى احتمالية وصول أسعار عقود برنت إلى 90 دولار مع اقترابنا من نهاية تداولات هذه السنة، أخذين بعين الاعتبار بأن السعر اليوم هو حوالي 78 دولار، وهذا كله بسبب رؤية المتداولين والأسواق إلى عجز في التدفقات من النفط للأسواق، حيث هنالك ارتفاع في الطلب، فتأثير متحور دلتا من فيروس كورونا كان أقل مما يخشى الكثير من المتابعون، حيث أن أعداد الإصابات العالمية لمتوسط 7 أيام انخفض لأدنى مستوى منذ شهر 7 الماضي. هذا كله يشير إلى تزايد في الطلب العالمي على النفط، لكن في نفس الوقت هنالك عجز في الإنتاج، يعني وهذا قد يدفع أسعار النفط مزيد من الارتفاع. نعم. فيما يتعلق بأسعار الذهب أيضا لاحظنا ارتفاعات متتالية في بداية تعاملات هذا الأسبوع، يعني ما الذي يسيطر على أسعار الذهب حاليا؟ الآن انخفضت أسعار الذهب حوالي 3% على مدى هذا الشهر، ولابد من أسعار الذهب أن تشهد بعض الطلب كلما انخفضت الأسعار، فمع انخفاض السعر خلال الأسبوع الماضي إلى 1737 دولار للأونصة الواحدة في الأسواق المالية العالمية، شهدنا مع بداية هذا اليوم عودة بعض الارتفاع، إذ أن المتداولين انجذبوا إلى الذهب بعد انخفاض أسعاره، وأيضا الدولار الأمريكي نوعا ما توقف ولو بشكل بسيط عن الارتفاع، كان ارتفاع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي أكثر قوة، وبالتالي تباطؤ الارتفاع في الدولار الأمريكي حفز أيضا المعدن الثمين للارتفاع. نعم، المحلل الأول للأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.